يعني جلبوع بالأمس تم فحص الثلاث أقسام المتبقية، يعني هناك قسم كامل مصاب ويعني هم تحت يعني في الحجر، اعتبر قسم ثلاث قسم للحجر. اليوم ننتظر نتائج الفحوصات التي تمت بالأمس، وهناك ترجيح لدى الأسرى بأن العدد إلى ارتفاع وليس إلى انخفاض، خصوصا أن هناك العديد من الذين أصيبوا كانوا خالطوا غرف لم تفحص، وأجريت الفحوصات لهم بالأمس بعد تأخير لمدة 4 أيام. يعني الفحص الذي أجرى بالأمس كان يفترض أن يجري يوم الخميس الماضي. يعني كنا نستطيع أن نقرأ لا مبالاة وزارة الصحة الإسرائيلية ووزارة الأمن الداخلي من خلال عدم اعتمادهم بروتوكول محدد يخص المعتقلات بخصوصيتها، أي أنها عدد محدود، أماكن مكتظة مغلقة، بيئة يعني صالحة أو يعني مناخ مناسب للانتقال الأمراض المعدية تحديدا، ولكنهم لم يحركوا ساكن، لم يعتمدوا بروتوكول، وظلت الإجراءات رهن مزاج أو إرادة إدارات السجون المختلفة، لم نلمس أن هناك سياسة واحدة تطبق في كل السجون. ومن النتائج المؤذية أن الذي حدث في سجن جلبوع، وعلى الرغم من ذلك لا تلمس من خلال إجراءات مصلحة السجون أنهم قد استخلصوا كامل العبر من هذا الموضوع، فلا بروتوكول ولا يعني مواكبة للمرض من حيث الفحوصات بوتيرة سريعة بحيث يحاصروا هذا المرض. وفي نهاية المطاف يعني نحن سندفع ثمن، ولكن هم أيضا سيدفعوا ثمن كبير لقاء أو جراء يعني سياسة الإهمال الطبي المتعمد الذي يمارسه.